السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. المترشح للانتخابات الرئاسية محمد الغزواني ينهي جولته في الداخل ويدعو لشفافية الانتخابات وحياد اللجنة المشرفة عليها. ولداهي يعلن الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة ويقدم برنامجه الانتخابي خلال أمسية في العاصمة نواكشوط. قرعة كأس الأمم الإفريقية تضع المنتخب الوطني المرابطون في مواجهة مالي خلال أولى مباريات البطولة. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. اختتم المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية محمد والشيخ محمد أحمد الغزواني جولته من مقاطعة بن شاب، حيث طالب بشفافية الانتخابات وحياد اللجنة المشرفة عليها. وكان الغزواني قد استهل جولته التي استمرت 13 يوما من مقاطعة وادناغا بولاية ترارزا. أتأتي جولته المختتمة شهرا بعد إعلان الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر يونيو المقبل. أعلن الشاب يحظيه ولداهي ترشحه للانتخابات الرئاسية، ذلك خلال مهرجان نظمه بدار الشباب القديمة بالعاصمة نواكشوط. وقدم ولداهي أمام الحاضرين برنامجه الانتخابي الذي شمل مجالات مختلفة بينها طبيعة نظام الحكم والنهوض بأوضاع الصحة والتعليم. ويعتبر ولداهي سابع مرشح يعلن ترشحه ويقدم الخطوط العريضة لبرنامج الانتخاب استعدادا لانتخابات يونيو الرئاسية المرتقبة. إن موريتانيا بلد غني عن الهبات والمساعدات والصدقات الخارجية، لما يتوفر لديه من ثروات طبيعية وبيئة زراعية خصبة وثروة حيوانية، وسأسعى إلى عقلنة تسيير هذه الموارد وجعلها نعمة على الشعب الموريتاني لا نقمة عليه بإذن الله. كما ستتم في فترتنا إنشاء شرطة للأخلاق، وكذلك صندوق وإدارة للزكاة للتكفل باليتامى والأرامل. تتباين خطابات المترشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا من حيث المضمون وتتنوع بتنوع اهتمامات هؤلاء المترشحين، ففيما ركز بعضهم على الأوضاع العامة في البلاد فإن آخرين اختاروا التركيز على مواضيع وملفات لافتة. ويوجد من ضمن المترشحين من يسعى للمنافسة على الرئاسة للمرة الأولى في تاريخه، فيما يوجد آخرون يسعون لخوض السباق للمرة الثانية. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. تقترب الانتخابات الرئاسية في موريتانيا ويتزايد المترشحون رغم تحدي الشروط الدستورية، وأبرزها تزكية 100 مستشار بلدي بينهم 5 عمد، والذي حدا بالناطق باسم الحكومة إلى وصف بعض هذه الترشحات بأنه مجرد تفكير بصوت مرتفع، لكن البرامج الانتخابية تتكثف يوما بعد يوم. آخر الملتحقين بركب ترشحات الناشط السلفي يحظيه ولداهي، ووعد في حفل منظم الجمعة بتطبيق الشريعة وتوفير فرص عمل للشباب وبإصلاح قطاعي الصحة والتعليم. أما أول المعلنين عن ترشحهم وزير الدفاع السابق محمد الغزواني، فوعد بتعزيز اللحمة الاجتماعية وصون الحوزة الترابية وإصلاح التعليم، وما فتي يؤكد أن برنامجه امتداد لما تحقق في عشرية الرئيس منتهي الولاية محمد العبد العزيز. نائب البرلماني برمدا عبيد وعد الموريتانيين بإصلاحات على مستوى قطاعي الصحة والتعليم عبر محاربة الشهادة المزورة في القطاع الأول والقضاء على التعليم الخصوصي فيما يتعلق بثاني القطاعين.
وفي سلسلة لقاءات له بالمجتمع المدني، ظل الوزير الأول الأسبق سيدي محمد المبكر يؤكد على نيته تعزيز الحريات والقضاء على البطالة وعلى المشاكل التي يعانيها سكان أرياف البلاد من منمين ومزارعين. محمد المولود أول رئيس حزب سياسي يتقدم للمنافسة الرئاسية، تميز إعلان ترشحه بإثارة قضية ديون الشيخ الرضا للمرة الأولى، واعدا بتسويتها كما وعد باقتلاع الفساد من جذوره وبإصلاح ما أفسدته أحكام موريتانيا في 4 عقود وخاصة العقد الأخير منها. واعتبر المترشح محمد الأمين المرتجي الوافي الانسجام المجتمعي والتصدع الناتج عن التفاوت والغبن وعن المظالم والاختلالات التاريخية أبرز ما يؤرقه واعدا بتكافؤ الفرص. وما يزال على طابور المترشحين بل لم يقدموا برامجهم الانتخابية كرئيسي الحركة من أجل إعادة التأسيس وحزب الجيل الجديد وآخرين ربما. أعلن حزب الوطن الذي يرأسه محمد الكوري العربي دعمه للمترشح للانتخابات الرئاسية محمد والشيخ محمد أحمد الغزواني خلال الانتخابات الرئاسية المقررة شهر يونيو القادم. وقال الحزب في بيان صادر عنه أنه يهيب بولد الغزواني في حال فوزه بالرئاسة إلى وضع خطط ذات طابع استعجالي تقوم على 15 نقطة، بينها بناء دولة المواطنة والنهوض بالتعليم والصحة والقضاء على الغبن وعدم المساواة. ودعا الحزب أنصاره للالتزام بخياره الذي قال إنه اتخذ ديمقراطيا، كما حث على المشاركة الفعالة في حملة المترشح. ومعنا في الاستوديو الجيش المحمد قيادي بحزب الوطن، أهلا وسهلا بكم جيش، شكرا على تلبية الدعوة. بداية، لماذا قرر حزب الوطن دعم المترشح محمد الغزواني دون غيره؟ طبعا حزب الوطن حزب ديمقراطي كما يجب التنويه إلى ذلك، واتخذها قرار بناء على مشاورات مع القواعد الحزبية والأطر كافة الكفاءات في الحزب، واختارهم من ضمن مجموعة المترشحين المعلن ترشيحهم لحد الساعة. بالتالي انصياع وانسجام والسياق بالديمقراطية داخل الحزب هذا تم بناء على تصويت القواعد الحزبية المرشح، وبالتالي محمد الغزواني حظي بأغلبية مرشحي أو بقواعد حزبية. كانت هناك خيارات مع المرشح؟ نعم، كان هناك خيارات مرشحين 4 الأوائل اللي نعلم ترشحهم معه، 3 معه محمد الشيخ محمد الغزواني هو الأول، وتلاه برامي ولده العبيدي، وتلاه سيد محمد أبو بكر، وقع الاختيار على الغزواني. نعم، مرشح. نعم، وهل المجرى. لماذا لم يقرر الحزب دعم أي مترشح المعارضين أو يرشح رئيس الحزب؟ طبعا حزب الوطن يرى ان ترشح الرئاسه ليس غايه في حد ذاته، وانما يعمل على ترسيخ الوعي الديمقراطي في المجتمع كقاعده اساسيه في التنميه. وبالتالي اول هذا اجراء يعتبر ان حزب الوطن نموذج رائد فيه، ان اول حزب يختار مرشح رئاسي بناء على قرار اغلبيه حزبيه، وهذا التقليد الديمقراطي يجب التنويه اليه والاشاره اليه، التنويه به والاشاده به. وبالتالي نحن في الحزب استدعينا كافة الأطر المعنية بالحزب في التشاور حول الموضوع، وحظي برأي المرشح بأغلبية الأصوات، وبالتالي الحزب اتخذ هذا القرار بناء على وعي ديمقراطي وعلى قاعدة ديمقراطية مبدئية عنده أساسية. قدم الحزب خطة قال إن هذا الطابع استعجالي وأهاب بالمرشح إلى القيام بها، هل حصل اتفاق بين الحزب والمترشح بشأنها أو بشأن غيرها من النقاط ربما التي تم نقاشها على مستوى القواعد الشعبية للحزب؟ طبعا حزب الوطن عنده أولويات، عنده برنامج سياسي يطمح لتأسيسه لتطبيقه، ولكن يطمح أن يتفاءل بالمرشح محمد الشيخ محمد الغزواني أنه إذا حظي إذا فاز في الانتخابات يطبق هذه النقاط، لأنها ذات أولوية ضمن برنامج الحزب الانتخابي، برنامج الحزب السياسي حزب الوطن طبعا. وبالتالي هذه النقاط تعتبر أولوية مستعجلة بالنسبة لنا كخطة استعجالية لإنقاذ البلد من لم تشاور المرشح فيها. طبعا هذه برنامج الحزب، الحزب برنامجه وضع قبل المرشح بسنين عديده، وبالتالي عندما يريد ان يدعم اي مرشح يدعم اساس انه يامل ان يطبق هذه النقاط التي ذكرتموها في البيان، وهي من اولوياتها تطبيق اللغه العربيه وترسيمها في مجال العمل واللغه كلغه عمل واداره، وترسيم اللغات الوطنيه والعمل على تطويرها. هناك معهد لغات مغلق ومعطل من زمان، لغات وطنيه يجب العمل على تطويره وتفعيله. ثم ان هناك اللحمه الاجتماعيه المهدده طبعا،
مهدده هذا من ضمن النقاط الخمسه. نعم نعم جميل. نعم جدا. نعم. شارك الحزب بالانتخابات البلديه والجهويه والتشريعيه الاخيره، هل كانت النتائج التي تحصل عليها تجعل تموقعه هنا او هناك تحسب له حسابات خاصه في عالم السياسه في خارطه السياسيه اليوم؟ طبعا الحزب الوطن انا اكاد اجزم بانه نموذج للحزب مفهوم الحزبيه في موريتانيا، لانه مؤسس حزبي بالفعل. لماذا؟ لانه يشمل كافه مكونات المجتمع الموريتاني، كافه اطياف المجتمع، كافه فئات ارجاء الوطن، ممثل كافه ارجاء الوطن، ويتخذ قواعده وقراراته على اساس قواعد ديمقراطيه سليمه. الراي والراي الاخر، احترام راي الاقليه لراي الاغلبيه، وهذا القرار تم اتخاذه بناء على كما ذكرت على قاعده الاغلبيه الحزبيه. وبالتالي هذا نموذج في الوعي الديمقراطي في الحزبيه. الانتخابات قد لا تعكسه، فعلا لم تعكس الانتخابات الماضيه. الحزب لم يترشح اولا باسمه، إن كان هناك عائق قانوني دون ترشح باسمه. على ذكر العائق القانوني، الحزب لم يحصل على الترخيص من طرف السلطات، هل يدخل حصوله على ترخيص من طرف السلطات ضمانه ضمن التفاهمات مع المترشح محمد الغزواني مثلا؟ قد يقول قائل طبعا حزب الوطن ليس من الاحزاب التي تعمل في الخفاء، تناقش في العلن وتعمل في السر بامور اخرى مخالفه لما نحن مثلا لا نضمر عكس ما نعلن. نحن امورنا واضحه، ما عندنا مفاوضات تحت الطاوله، ما عندنا شيء مخفي، ما عندنا نقاط المساومه، هاي النقاط العشره نقاط. وليس لديكم ترخيص حتى اللحظه. نحن نقول لك احنا حزب قانوني، احنا حزب فعلي، احنا حزب واقعي، هناك بعض اوراق الحزب لم تكتمل، لكنها احنا منسين نعمل بطريقه قانونيه بالتعاون مع السلطات المحليه، وبالتالي لا اعتراض علينا، احنا حزب قانوني لكن اوراقنا لم تكتمل بعد، وبالتالي هذا لا يعتبره عائقا تماما عملنا السياسي، لان نعتبر انفسنا جزء من العمل السياسي الفاعل كاطار نتبنى موقف معين، وبالتالي هذا الموقف اتخذنا اساس حزب سياسي، لسنا مبادره، لسنا فعاليه مؤقته، انما برنامج سياسي. هاي نقاط مجرد خلاصه او نموذج منه تطرح على اي شخص نتمنى ان يكون ترشح رئاسيات. لو فزنا في الانتخابات الماضيه لكنا اولى من غيرنا بتطبيق برنامجنا السياسي، وبالتالي اعتقد ان لدينا مشكله لا قانوني ولا سياسي. شكرا جزيلا لكم القيادي بحزب الوطن الجيش والمحمد، وكنتم ضيفنا في هذه النشرة. شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. أعلنت النقابة الوطنية للمعلمين دعمها للمترشح للانتخابات الرئاسية سيدي محمد المبكر، ودعا الأمين العام للنقابة المترشحة إلى إدراج نقاط تتعلق بالتعليم في برنامجه الانتخابي، بينها الرفع من المستوى المادي والمعنوي للمعلمين. وطالبت النقابة التعليمية المترشحة في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية بالنظر في الالتزامات الموثقة في محاضر لديها والعمل على تطبيقها وتنفيذها. قررنا أن نلتقي به وأن نسعى للقاء معه لتقديم المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم ويعاني منها المعلمين بشكل خاص. لذلك احنا عندنا رغبة جامحة فعلا البرنامج الانتخابي للمرشح اعلن يتم فيه إدراج نقاط تشكل بالنسبة لنا أولوية كبيرة، وأهمها الرفع من المستوى المادي والمعنوي للموظفين بشكل عام وللمعلمين على وجه الخصوص. النقطة الثانية النظر في كل الالتزامات الموثقة في محاضر تتمسك النقابة الوطنية للمعلمين بها، النظر في هذه الالتزامات و العمل على تطبيقها وتنفيذها في حالة فوز المرشح إن شاء الله. هذه النقاط أذكر منها النظام الأسلاك المتعطل منذ 2011. من جانب آخر، جدد المترشح للانتخابات الرئاسية سيدي محمد والبوبكر التعهد بإعادة الاعتبار للمعلم ورفع الرواتب ومنح المعلمين قطعا أرضية، كما التزم بتطبيق التزامات الدولة في مجال التعليم والتي قال إنها ظلت حبرا على الأوراق. أجدد التعهد الذي قطعته على نفسي في هذا الخطاب، والذي يتمثل أساسا في الرفع من المستوى من مستوى المعلم في بلادنا، الرفع من مستواه معنويا، إعادة الاعتبار للمعلم، ورفع مستواه ماديا برفع الرواتب. وأجدد هنا التزامي برفع الرواتب على غرار ما حصل سنة 2007 إثر
المرحلة الانتقالية، وأؤكد هنا أنني ألتزم إذا ما أعطاني الموريتانيون ثقتهم بأن أرفع رواتب الموظفين كلهم وبالخصوص قطاع التعليم، كما أنني ألتزم بتطبيق الالتزامات الدولة التي أخذتها على عاتقها والتي بقيت حبرا على ورق حتى الآن. رياضيا، ينتظر أن يخوض المنتخب الوطني المرابطون أولى مبارياته في بطولة أمم أفريقيا أمام نظيره المالي، وتعود آخر لقاءات تجمع بين المنتخبين إلى فترة التسعينات، ولم يسبق للمنتخب المالي الأول أن فاز على المنتخب الوطني. وتضم مجموعة المرابطون إلى جانبه كل من تونس التي لم يسبق للمنتخب الوطني الفوز عليها، وأنغولا التي سبق للمنتخب الوطني أن فاز على منتخبها. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. تحت أنظار أبي الهول، أخرج هذا السنغالي بلدا لم يسبق له الدخول مع هذه المنتخبات في قرعة واحدة. منتخب موريتانيا. موريتانيا بعد ما يزيد على 50 عاما تتأهل للكان، تلعب من أجل الكان، وتتوجه الأنظار إليها كمنتخب وليد ناشئ، كمنتخب مبتدئ، كخصم قد لا يشكل خطرا وقد يترك أثرا في بلاد العجائب وفي لعبة المفاجآت. في كرة القدم الحديثة لا مكان للضعفاء ولا متسع لهم بين الكبار، مقولة كذبها واقع جل المنتخبات القادمة من الخلف. قرعة المنتخب الوطني ربما رحيمة حين وضعت المرابطون في بيت الجيران، غربا المنتخب المالي وشرقا المنتخب التونسي، بينما أقصى الجنوب اكتملت أضلاع المجموعة بمنتخب أنغولا. وربما هذه المجموعة قاسية لثقل مكانة منتخباتها وما قطعوه من أشواط كبيرة في السنوات الأخيرة من تطور ملحوظ أحدث الفارق الواضح فنيا في فترة كان المنتخب الوطني فيها يرابط مكانه دون أي تطور يذكر. منتخب مالي، يقول التاريخ القريب إن آخر مواجهة جمعته بالمرابطون كانت ودية في فترة التسعينات وانتهت بالتعادل السلبي أنذاك أيام مالحة وإيفادي وول علي وباقي تلك التشكيلة الرائعة في عيون جل الأنصار والمتابعين. وفي نفس الفترة فازت نفس التشكيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة كابرال، وكان ذلك هو الفوز الوحيد على المنتخب المالي، بينما لم يسبق للمنتخب المالي الفوز على المرابطون. بعد ذلك بسنوات قليلة تعادل منتخب المرابطون أيضا مع المنتخب التونسي في عقر داره، لكنه سرعان ما خسر منه في العاصمة نواكشوط، لينتظر بعد ذلك قرابة ما يزيد على 20 عاما ويخسر منه ذهابا وإيابا في تصفيات بطولة كأس العالم الأخيرة. أما منتخب أنغولا فهو أقرب منتخبات هذه المجموعة من الملاعب الموريتانية، حيث كان خصما في التصفيات الماضية للكان وفاز ذهابا برباعية مقابل هدف وحيد سجله اللاعب الشاب الحسن العيد، بينما في لقاء العودة فاز المنتخب الوطني بهدف دون رد. إذن كل فريق فاز على أرضه وكل إناء بما فيه رشح. بعد خروج هذه المجموعة انقسم الشارع الرياضي الموريتاني بين من يرى أنها مجموعة قوية ومن يرى أنها دون ذلك، لكنهم اتفقوا على نقطة واحدة، أنهم لا يريدون إعادة سيناريو بطولة شان المغرب الماضية
ومن قبل هشام جنوب إفريقيا، ففيهما حضر شعار موريتانيا، وفيهما أيضا عاد نفس الشعار مبكرا. فهل ستدخل تشكيلة الفرنسي مصر هذه المرة من أبواب متفرقة؟ إقليميا، دعا مجلس النواب في نيجيريا رئيس البلاد محمد بوخاري إلى مخاطبة النيجيريين في غضون 48 ساعة بشأن قضية انعدام الأمن في مناطق مختلفة من البلاد. وأعلن المجلس في رسالة بعث بها إلى بوخاري أن الرئيس إذا لم يستجب لهذه الدعوة فسيعلن عاجزا عن وقف قتل المواطنين الأبرياء. تفاصيل أوفى نتابعها في هذا التقرير. مجلس النواب في نيجيريا يدعو رئيس البلاد محمد بوخاري إلى مخاطبة البرلمان والأمة في غضون 48 ساعة بشأن تصاعد وتيرة انعدام الأمن في مناطق مختلفة من البلاد. ولوح المجلس في حال لم يستجب الرئيس لهذه الدعوة بإعلانه عاجزا عن وقف قتل المواطنين الأبرياء في أنحاء مختلفة من نيجيريا. وشكل المجلس لجنة خاصة بالتواصل مع الرئاسة بهذا الشأن. وقال النائب البرلماني عن حزب الشعب الديمقراطي المعارض مارك جبلة إن الحكومة إذا لم تتجاوب مع هذه المطالب فستعتبر قد فشلت في مسؤوليتها الدستورية بشأن ضمان سلامة ورفاهية مواطني نيجيريا. وشهدت نيجيريا منذ مطلع العام الجاري تزايد وتيرة الهجمات في عدد من مناطقها أبرزها بينو وكادونا وزامافارا. ولا يقتصر تنفيذ الهجمات التي تتعرض هذه البلدات وغيرها على جماعات بوكو حرام وحسب، فهناك أعمال عنف داخلية ينفذها بعض الرعاة ومن يوصفون في نيجيريا بقطاع الطرق. وبالتزامن مع دعوة البرلمان النيجيري أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف تقريرا الجمعة أعلنت فيه أن أزيد من 3500 طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما جندوا من طرف جماعة مسلحة غير حكومية شمال شرق نيجيريا. وأكد التقرير أن 432 طفلا قتلوا أو تعرضوا للتشويه، فيما تم اختطاف 180 آخرين شمال شرق نيجيريا خلال العام 2018. وكان الرئيس النيجيري محمد بوخاري قد فاز بولاية رئاسية ثانية من 5 سنوات، وذلك خلال الانتخابات الرئاسية التي نظمتها البلاد في 23 من شهر فبراير الماضي. أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن المجلس سيشكل حكومة مدنية، كما أعلن عن إلغاء حالة الطوارئ. جاء ذلك في خطاب ألقاه بعد أقل من 24 ساعة على توليه رئاسة المجلس خلفا لعوض بن عوف الذي أعلن الجمعة استقالته. نتابع المزيد في هذا التقرير. أقصر فترة حكم لرئيس عربي منذ عقود من الزمن بعد استقالة عوض بن عوف رئيس المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس الأسبق عمر حسن أحمد البشير. لم تستمر فترة حكم بن عوف الذي أعلن عن اقتلاع نظام الرئيس الأسبق والتحفظ على رأسه غير يوم واحد حتى استقال تحت إلحاح الشارع السوداني الذي طالبه بالرحيل، فكان البديل الجاهز عنه المفتش العام للقوات المسلحة والمسؤول عن القوة السودانية المشاركة في الحرب باليمن عبد الفتاح البرهان، والذي أدى اليمين رئيسا للفترة الانتقالية في مراسيم بثها التلفزيون الرسمي السوداني. كل ذلك في إطار تطورات متلاحقة للمشهد في البلاد التي تعاقب عليها في 3 أيام 3 رؤساء هم البشير وبن عوف والبرهان، بعد خلاف بدا للعيان في التعامل مع اعتصامات المحتجين في آخر أيام البشير بين الجيش وقوات الأمن. خلافات طفت على السطح من جديد بعد استقالة صلاح قوش رئيس جهاز الأمن والمخابرات في عهد البشير وقبول الرئيس الجديد للمجلس العسكري لها، ويتواصل مسلسل التطورات التي لا يبدو أنها أخذت شكلها النهائي، فهذه ثاني استقالة كبيرة بعد تولي المجلس مقاليد الحكم.
في الشارع تواصلت الاحتجاجات الشعبية مطالبة بنقل السلطة إلى حكومة مدنية بعدما تمكنت من إسقاط رئيسين في يومين، وهي التي بدأت في أيامها الأولى مطالبة بخفض أسعار المواد الأساسية وتحسين الوضع المعيشي للسكان ومطالبة بخفض نسب البطالة، مطالب حاول حكام السودان الجدد احتوائها من خلال طلب العون الاقتصادي من دول الجوار من جهة، ووعد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري بأن الفترة الانتقالية قد لا تتجاوز شهرا واحدا إذا كانت الظروف ملائمة لذلك، وأن فترة السنتين وضعت كحد أقصى لهذه المرحلة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها. المترشح للانتخابات الرئاسية محمد الغزواني ينهي جولته في الداخل ويدعو لشفافية الانتخابات وحياد اللجنة المشرفة عليها. ولداهي يعلن ترشح الانتخابات الرئاسية المرتقبة ويقدم برنامجه الانتخابي خلال أمسية في العاصمة نواكشوط. قرعة كأس الأمم الأفريقية تضع المنتخب الوطني المرابطون في مواجهة مالي خلال أولى مبارياته بالبطولة. يمكنكم مشاهدة الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. دمتم في حفظ الله وحفظه.